منشأة فنية على واد الوعر. وعر وعر تا يا وعر، وعر وعر تا يا دونجي. شوف هنا الجبل كيخرطوه من الوسط، بارك الله. كاينه هنا شي قنطره كتصاوب، احتمال كبير هنا كاينه شي قنطره كتصاوب على واد الوعر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفرجوا وديروا لايك وشجعونا وتفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما شاء الله، شكرا للناس اللي كيعطيونا التعليقات وكيكتبوا تعليقات جميله رائعه، ماشي نفاق وماشي كبرانيه، وانما حقيقه ان الانسان المحترم هو هذا طبعه، ما كينافق ما تكذب، تيتكلم بحب وباخلاص وبوطنيته. ما شاء الله عليكم، شكرا لكم جميعا. اذا ها هي المنشاه هي امامكم، هذه راه صافي سالات اخي سالينا، اولا عاد غتصاوب. ها هي المنشاه راه، ها هي شتوها، هذيك هي المنشاه الجديده. هاي كانوا بغا يديروها بيه قولبوني كاع ما شتا، تحب لينا هي هذه اللي غادي عليها. اذا اخواني راهم خدامين عليها، راه البوكلان الفوق ضرب طيح، الله يسخر الله مبارك. الطول ديالها تقريبا شي 200 متر تقريبا، الله يسخر الله يكمل. واد هذا سميتو واد الوعر. ماماي ماماي العيون بقى باقي يا وليدي، باقي ضرب النهار كامل. دابا كنتواجدو في الطريق اللي صوبوا جديده، هي هذه غتكون دو فوا دو فوا، غتكون كتدي على جوج وكتجيب على جوج، أخرى مازال باقا في طور البناء. راه واقيلا راه فينيا خاصة الخطوط الخط الأبيض صافي. إذا الساعة تشير إلى 9:10، 9:10 خرجنا من طنطان مع 8 قل ثلث. ما اسم هذه المنطقة؟ كاين حتى شي بلاكا ولا شي حاجة؟ ما شفنا حتى شي بلاكا، ما عرفنا شنو هي هاد البلاصة كاع. هي من المفروض خاص هاد الناس ديال المسؤولين جماعتيين يديروا البلايك في الدخلة ولا في الخرجة، باش الانسان يعرف راسو فين يقرا، حتى الجماعات تعرفوا تكتشف. ولا بغا يديروا شي استثمار، نجي ندير شي استثمار هنايا، نقدر نسكن هنا مع والو ما نعرف. يتهلاو فينا صحراويين والصحراويات. بغينا نشربوا غدا كتاي ديالهم ما شاء الله. تحية للناس الصحراء المغربية، اتاي فن عندكم الصراحة واعر مكشكش. صحراء ديما مغرب، علاش نبقاو نقولوا حنا صحراء مغربية؟ ونبقاو نقولوا حتى الشرق المغربي والشمال المغربي، الصحراء مغربية أحب من أحب وكاره من كاره، صافي الصلاة على النبي. ملي كنقولوا الصحراء أوتوماتيكمون غيمشي في بالك راها مغربية، انتهى الأمر. مابقاوش نقولوا الصحراء المغربية، مالنا حنا من خايفين؟ من خايفين من شي حد؟ نبقاو نقولوا الشمال المغربي، الشرق المغربي، الصحراء المغربية، غنبقاو الصحراء الصلاة على النبي، الصحراء راه معروفة مغربية، انتهى الكلام صافي. شوفوا الشاحنات، راه غادي نهبطو نسول على هاد البلاصة شنو سميتها. سولت واحد السيد هابط من الكرك قال لي أنا خي دايخ ما نعرف، نسولو هاد السيد. السلام عليكم. السلام عليكم، كي داير أخويا؟ لاباس بخير. شنو سميت هاد البلاصة هادي؟ أخ فنير. أخ فنير، هي هادي أخ فنير. شكرا بارك الله فيك، الله يجزيك بخير. أخ فنير، أخ فنير هو معروفة أخ فنير، ما شاء الله ما شاء الله. أخ فنير يكون عنده شاطئ زويوان، يكون عنده شي منتجع، راه معروفة معروفة أخ فنير. يلا أخوتنا خواتاتنا أجياه، أنا راه باقي بلا فطور، باقي نرجع نفطر، والله ما فطرت. أو العيون باقا بعيدة، والله ما ضايقوا بالله. بغيت نهبطو دابا نفطرو نشوفو لقينا شي ما نفطرو هنا. هادي أخ فنير راهو البحر ديالهم، راهو شفتوه شفتوه صافي. غندخلو نشوفو هنا هاد السوبراتور هنا، نشوفو لكاين شي ما نفطرو هنايا، راه قاتلنا غا الجوع. هاهما هنا واقيلا عندهم الحريرة السكيف هنا، هاويل غادي تفطر مع راسك كاع زين اللي بغيتي هنا، كلشي موجود، ها الخبز ها أتاي ها القهوة
العسل ها الزيتون. اذا بعد ما افطرنا في اخ فنير قولوا لنا شنو، كتبوا لي في التعليقات اخ فنير تعني، ولكن كتب لي اخ فنير اخ فنير بحال هكا، هاد بزاف ديال التعليقات ما غنعرفش انا علاش كتكلم. هذه النقطه الاولى، فطرنا تما، دابا الساعه تشير الى اجلس تقريبا شي ثلث ساعه، ما جلستش بزاف، ما بين ثلث ساعه نص ساعه ما جلستش بزاف، ما جلستش لان الطريق طويله ما شاء الله. الساعه تشير الى العشرة قل القسمين، دابا العشرة قل القسمين، خرجت من طنطان مع 8 قل ثلث ما شاء الله. واحد الشهاده لله، شحال هذيك كنتي الا كنتي بغيتي تجي من اكادير الصحراء العيون او الداخله، صراحه كنتي كتخمم في الطريق قسما بالله. الا دابا ملي جاي من الداخله لهنا ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الشيء مازال شوفوا تمدد الرمال، شوف الرملات في الطريق الاخرى الجديده اللي صاوبوا راه مطراسيه مصاوبه، ولكن الرمال زحف الرمال ديال الصحراء مشكل ما شاء الله. الطريق افضل بكثير. ها علاش كنقولوا عاش الملك، هذا الشيء كاع اللي شفنا في الفيديوهات في هذه المسيره هذه التنمويه والمسيره اللي انطلقت من الرباط حتى لهنا، عرفتوا علاش كنقولوا عاش الملك؟ ها علاش، هذه هي الاسباب اللي كتخلينا نقولوا عاش الملك. وعاش الملك راه ما كتعنيش لك الذل اولا الكراهيه اولا، كتعني انك راك ماشي مستوى. من بعد غادي نشرح لكم بالضبط علاش كنقولوا عاش الملك، لانها فيها مجموعه ديال الاعتبارات ومجموعه ديال العوامل اللي كتخلينا نقولوا عاش الملك، لانها فيها مصلحه البلاد والعباد، فيها توحيد الامه، فيها التقدم والازدهار، وفيها كرامه وشخصيه. الانسان من اللي خلق الله سبحانه وتعالى ديما كيعطيه اللي يوحده واللي يجمعه، وديما في هذه الامم او الانظمه تكون عندها واحد الرمز اللي كتوحده. شوفوا غير النحل دابا مثلا، غير النحل النحل مثلا النحل الخلية عبارة عن نظام مملكة قائم بذاته. شوفوا اخوتي شوفوا هذا المنظر، هذا شوفوا الرمال وما ادراك، بدينا كندخلوا في العمق ديال الصحراء. لا طير يطير ولا انس يسير، هذو راه الشينوا، هذو اللي دازوا راه الشينوا كدكا. الخلية ديال النحل ما شاء الله، هذيك الخلية كلها على من طالع الفيلم، على من النظام ديالها والنجاح ديالها والتفوق ديالها والقوة ديالها على الملكة، كتبقى وسط منها ملكة، كاين الخدام كاين، هذه هي هذا هو نمط الحياة. واش كلشي غيولي ملك؟ واش كلشي بغيتي يولي مرفح؟ راه مستحيل، راه هذا هو النظام اللي غادي نبيه حنا في المملكة المغربية. الملك الله يحفظه لينا، الله ينجيو، غنبقاو نقولوا ديما عاش الملك، وراه اللي بغى يدل نفسه. هذه كنقولها لكم وانا كنتحمل مسؤوليتي قسما بالله، وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا مسؤول عليه، راه غير اللي بغى يدل نفسه واللي بغى يطيح من قيمته. سيدنا عاطي الصلاحيه الكامله باش نكونوا قدوه ونكونوا كشخصيه. خدم سيدي وردم وقضي الغرض ودير لاباس مالك، واش انت بغيتي يجيبوا لك اللقمه لفمك؟ واش انت بنادم ما تينوض حتى ل 12 وتيقول لك اش من عاش الملك؟ واش انت بنادم ما قاري ما مزفت ما بغى يقرا ما بغى يدير تكوين ما بغى يدير ديبلوم ما بغى يخدم، بغى كل شيء فابور، غادي يقول لك انتم عياشه؟ اسيدي كنفتخروا بهذا التعياشت. الا كنتي كتشوف فينا بان تعياشت فيها هذا الشيء اللي بان لك، حنا كنفتخروا بها. الا كانت تعياشت فيها سيدي الاحترام للملك، وكنحترموا الاسره، وكنحترموا المسؤولين الكبار، وكنحترموا الناس الوزاره اللي كيخدموا، راه باينين الناس اللي خدامين، وغادي نذكرهم لكم، غادي نبدا نذكروا بعض منهم، وكنفتخروا. الا كنتو كتقولوا لنا حنا عياشه سيدي عاش الملك عاش الملك عاش الملك، جلس تقاو. الساعه تشير الى العاشره و13 دقيقه تقريبا، العشره وربع هذه. يا سلام سير على الله، الملال والملال قولهم تيوقعوا حوادث مميتة صراحة. الملال صعيب صعيب صعيب، هاتي العينين كيتلصقوا والعيا بحال هاد الرحلات وهاد السفر وهادو، تيخص اللونيسة. إلا ما كانش اللونيسة جوج ثلاثة الناس يهضروا معاك، وهذا أولا في الكيران الشوافريه كيتبدلوا،
هذه وهنا راه طرفاي رايه ما جاتناش نمشيو لتما عاوتاني طرفاي داكشي شويه مكلف راه مدينة طرفاي هي هذيك رايه ما عرفتش كتبان ولا ما كتبانش شتو طرفاي راه هي راه ديك هي مدينة طرفاي ما جاتناش نمشيو ليها لان بكل مصداقيه داكشي مكلف نشوف حالنا العيون لان الا مشينا لطرفاي غنوليو واحلين تما نوليو كما هي وما لونها التكاليف تزادت شي شويه بزاف